الهدف كان الحفاظ على إرث وتقاليد الاتحاد فوق المدرجات. فقبل أكثر من 10 سنوات من الآن رفعوا المشعل بعد أن كان على وشك السقوط. مجموعة من الشباب اجتمعوا على حب فريقهم مهما كانت الظروف، فكانت الانطلاقة. أغاني وأهازيج امتزجت بين ما هو رياضي اجتماعي وسياسي، وهو إرث دأبت عليه أجيال اتحاد العاصمة عبر عقود من الزمن، فكان الإبداع والاستثناء طاغيا في مدرجاتهم، مشكلا قوة غامضة تثير انفعالا يستولي على النفوس ليلقي فيها حالة من النشوة والارتياح. إبداع الكلمات الذي خرج من قلب المحب رافقه صور رسمت فوق المدرجات التي كانت شاهدة على لمسة فريدة من نوعها ابتعد أصحابها عن التقليد. بل على العكس من ذلك، فقد كان للأصل الموروث عن أجيال سبقت السمة الأبرز والصورة التي عهدناها عند أنصار الاتحاد. رحيلكم عن المدرجات سيترك فراغا كبيرا، ومع ذلك فإن الفكرة التي حاربت من أجلها ستبقى راسخة لدى الأنصار، فالأفكار ومعنا سليب الراقية سيبقى صداها عاليا حتى لو غاب أصحابها عن الميدان. لكم مني ألف تحية، أنا نصر غيمي صحفي وعاشق للاتحاد.